لما الاعتراض والخشية على تطبيق المادة 140 من الدستور؟ هي مادة دستورية صوت عليها الشعب العراقي، لها آليات في التطبيق، وهي التطبيع، الإحصاء والاستفتاء. لما لا تذهبون إلى الاستفتاء وتحددون مصير هذه المدينة؟ يعني أول شيء المادة 140 لم تعرض على الاستفتاء، وأنا أتكلم معاك يعني مضمون وهناك المادة دلائل. المادة ثلاث لم تعرض على مراحل، الاستفتاء وإنه ما يضيفت على الدستور كله الاستفتاء، كان وبالتالي لم على تخضع الاستفتاء. ولم تستمد شرعيتها من الشعب. أيضا فيما يتعلق بموضوع التطبيع والإحصاء، المكون الكردي وتحديدا قوى الأحزاب السياسية الكردية منذ عام 2003 جلبت أكثر من 500 ألف مواطن كردي وتم ادخالهم الى محافظه كركوك من ايران وتركيا وسوريا، وبالتالي اعتقد شكلوا نسبه كثيره. نعتقد ان تلك العمليات الغرض منها، ومن ثم ايضا موضوع الاحصاء، نعتقد ان المكون الكردي استطاع ان يستثمر تلك الفترات ومعيه القوات المتحده الامريكيه وان يعملوا على زياده نفوس مواطني محافظه كركوك من المكون الكردي، وبالتالي اغلب من موجود في كركوك مواطن الكراد اغلبهم ليسوا من كركوك. نعتقد ان الكرد لديهم تأثير سياسي واضح على بغداد وعلى أغلب القوى والأحزاب السياسية، وبالتالي ليس لدينا ثقة مطلقة بأغلب القوى والأحزاب السياسية قد تعمل وقد تميل لصالح الكرد. حتى القرار الذي صدر المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بإحياء المادة 140، نعتقد هناك ضغط سياسي مورس على المحكمة الاتحادية. نعتقد أن الحكومة العراقية وأغلب الحكومات السابقة كانت دائما تعمل وتستمد قوتها من القرار الكردي، الكرد مؤثرين على مستوى القرار الداخلي وعلى مستوى القرار الدولي، وهم يمتلكون نفوذ سياسي واقتصادي ومالي، وبالتالي اعتقد جميع القوى والاحزاب السياسيه تعمل لمصلحه الكرد، وبالتالي ليست لدينا ثقه مطلقه. نحن كمكون عربي مثل ما ندرك ان هناك خطوره وان هناك توافق سياسي ان اغلب القوى والاحزاب السياسيه قد تعمل لصالح الكرد، وبالتالي سوف تقوم بتنفيذ أجندة في كركوك. نحن في كركوك كمكون عربي نعتقد ونشعر بأن الكرد يمتلكون جيش منظم من قوات البيشمركة والأسايش، وبالتالي هي تستغل الضعف السياسي في بغداد، ونحن جربناهم ما بعد 2003 وحتى عملية فرض القانون.